طيب الآن الأضاحي، أنتوا في وزارة الزراعة جايبين عدد كبير من برا السعودية ولا لا؟ كم العدد إذا تعطيني إياه؟ عفوا، أقول وزارة الزراعة الآن ما جابت أضاحي الفترة الماضية من خارج نعم المملكة؟ نعم. ممكن تحطني بصورة الرقم هذا إذا ممكن؟ والله سنويا تستورد المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 7 مليون من الأغنام تقريبا من الثروة الحيوانية بصفة عامة، بالذات في موسمين، رمضان وموسم الأضاحي.